حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن سفيان عن عماره عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقه افضل قال ان تصدق وانت صحيح حريص تامل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان